ولكن يمكن عايز اخرج بره برضو التقليد يعني في الكلمه بتاعتي النهارده، لان في ناس او من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحنا النهارده لازم نقول للناس اللي تعبت معانا، احنا لازم نفتكرهم، ولازم ابرز دورهم هنا قدام حضراتكم. في مجموعه تعبوا معانا، اذا كان مهندس واذا كان عامل، اذا كان كل الناس اللي تعبت معانا، فهنجيب نماذج منهم ان هم يكونوا معانا النهارده، عشان انا عايز اشكرهم وعايز اكرمهم قدام حضراتكم، لانهم اشتغلوا في وقت على مدار 3 سنين وشويه، الاجواء الصعبه، الاتربه، المطر، الحر، الناس دي بتشتغل ليل مع نهار عشان يوصلوا الصرح الكبير ده اللي احنا قاعدين فيه كلنا سعداء بيه. في ناس محدش حس بيهم، عشان كده انا بدعوهم ان هم يكونوا معانا. تفضل. هذه لفتة طيبة وكريمة من الكابتن محمود الخطيب لتكريم نماذج مشرفة هم البناؤون الحقيقيون في هذا الوطن. كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد من أجل إظهار هذا المقر بهذه الصورة الحضارية والرائعة التي تليق بأعضاء النادي الأهلي وبأبنائه. صورة تذكارية